عبيد باحث في القانون العام ومهتم بالشأن الانتخابي. نعرف أنه كل عملية انتخابية السياق السياسي أثر فيها بشكل كبير، وهذا في كل الدول الديمقراطية، لكن لابد من الفصل بين السياق السياسي والسياق الانتخابي، لأنه المبادئ لأنه العملية الانتخابية تحكمها مجموعة من المبادئ اللي لابد أن تكون مستقرة ومتفق عليها، على الهدف أنه نبعد عن من الانزلاقات السياسية الممكنة للسياق الانتخابي وللعملية الانتخابية ضمانا لشفافيتها ونزاهتها وسلامة كامل مراحل المسار الانتخابي. في تونس اليوم في علاقة بالانتخابات الرئاسية، أولا ما ننساوش اللي هي جات في إطار سياق سياسي سبق العديد من المسارات الانتخابية المتعلقة بالسياق السياسي الجديد ما بعد 25 جويلية أولا، ثانيا لكن عندها مجموعة من الخصائص والخصوصيات، أهمها أنه الموعد الانتخابات الرئاسية هو موعد دوري، رغم اللي هو موعد دوري الى اليوم زلنا ما نعرفوش تاريخ الانتخابات، وهذه مفارقه لتونس الدوله الوحيده اللي عندها انتخابات من المفروض عندها انتخابات رئاسيه في 2024 كموعد دوري، بمعنى انه معلوم مسبقا، لكن على الرغم من ذلك ما نعرفوش تاريخ الانتخابات، ولن يظل السياق السياسي يؤثر بشكل مباشر مش حتى غير مباشر. اولا تاريخ تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بمقتضى أمر دعوة الناخبين ينطلق معه من الناحية القانونية، لنفصل بين القانوني والسياسي، قرار ترتيبي في علاقة بضبط شروط الترشح، في حين أنه ما عندناش موعد الانتخابات الرئاسية، ويظل هذا مخالف لكل مبدأ ولا لكل منطق، ما نحكيوش حتى على المبادئ القانونية. ثانيا توزيع السياق السياسي يؤثر على توزيع الصلاحيات بين كل الجهات والأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية. الدستور والقانون الانتخابي وضح مجال تدخل كل سلطة. المبادئ التي تحكم العملية الانتخابية وخاصة في علاقة بشروط الترشح، الدستور 2022 أحال مباشرة في فصل 89 على القانون الانتخابي، وقال لنا راه ضبط شروط وكيفية تقديم الترشحات يكون بناء على القانون الانتخابي، وبالتالي لابد من للقانون الانتخابي الذي يتولى تعديل مجلس نواب الشعب اما بمبادره من السلطه التنفيذيه او بمبادره من على الاقل 10 نواب، دونك الاطار القانوني لابد ان يكون القانون الانتخابي. ثم في مرحله ثالثه تاتي السلطه الترتيبيه لهيئه الانتخابات اللي مهمتها ووظيفتها صحيح هي مهمه لكنها هي خاصه ومقيده بالدستور والقانون الانتخابي، والدستور أحال صراحة على القانون الانتخابي. يعني هذا شنو؟ يعني ببساطة ما نجموش بمجرد قرار ترتيبي لهيئة الانتخابات أن نفسر الشروط التي وضعها الدستور، لأنه هذا يعتبر تدخل في مجال مش مجال هيئة الانتخابات، هو مجال التشريع. والمحكمة الإدارية كانت واضحة وعندها فقه قضاء مستقر، دائما تكرر وتؤكد على أنه القرارات التي تصدرها هيئة الانتخابات هي لابد أن تكون شرعية، بمعنى أنها متوافقة ومنسجمة مع القانون الانتخابي، وهذا فقه قضاء مستقر منذ 2011 إلى غاية الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة. السؤال اللي يتطرح بعد ما الهيئة تخرج القرار الترتيبي، لأن يظل إحنا أمام لفاتة كومبلي، سيصدر القرار الترتيبي واللي هو باش يكون غير شرعي لأنه غير مطابق للقانون الانتخابي الذي أحال إليه الدستور، باش نتسألوا كيف سيكون تعامل المحكمة الإدارية خاصة في ظل فقه قضاء مستقر ومحسوم في المسألة هذه. نعطيه نظرة ما جزئية نفسروها فقط بالسياق السياسي أو فقط بالضعف أداء هيئة الانتخابات أو بالعامل السوسيولوجي، يظل لابد من حي الزمني كما في الدول الأخرى. هناك معنا ديما إن أناليز ملتي ديسيبلينير، بمعنى فيها الاختصاصات المتعددة، علوم سياسية، علم الاجتماع وخاصة علم الاجتماع الانتخابي، لكن الأكيد في انتظار التحليل العلمي وليس مجرد انطباعات، الأكيد أن السياق السياسي أثر بشكل مباشر الثلاث السنوات الأخيرة على الاهتمام بالانتخابات الرئاسية. عبد الرزاق المختار، أستاذ القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. إذن ثمة المسألة ترتبت بعد 25 جويلية 2021 وصدور دستور 2022، هي المسألة هل أنه الأمر يتعلق بتعاقد دساتير، دونك دساتير تكون متتالية مترابطة مع بعضها، أو في إطار ما يسمى بالقطيعة
الدستورية. التأثير هذه المسألة طبعا بالإضافة إلى مسائل أخرى في القانون الدستوري عموما يهم القانون الانتخابي اللي هو موضوع اليوم في مسألتين. المسألة الثانية أنه تخص ما نسميه بتحديد موعد الانتخابات، وراه موعد الانتخابات مش معناها انتهاء عهدة الخمس سنين نتعداو الانتخابات مباشرة، فهي تحتاج إلى الإطار القانوني لينظمها إلى آخره. دستور 2022 وخلافا للدستور 2014 عمل دونك لم يهتم بضبط إذا فصل ولا حكم انتقالي يخص مسألة الانتخابات الرئاسية. كان ترجعوا للأحكام الانتقالية نتاع الدستور 2014 حرص على تسوية هذه المسألة بالإحالة على الهيئة وعلى ضرورة تنظيم انتخابات في أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تركيز هيئة الانتخابات إلى آخره، بحيث تاليا بعد دستور 2014 جانا نص قانون عدد 36 سنة 2014 يهتم بتاريخ أول انتخابات رئاسية وتشريعية. في دستور 2022 ما قناش المسألة هذه، وبالتالي هذا ما يطرح على أي أساس باش نحدوا الأجل متاع الانتخابات. ويلحظ وهو أمر مستغرب أن المشروع اللي تم إعداده من طرف الهيئة الاستشارية لدستور جمهورية جديدة اهتم بهذه المسألة في فصل 43 منه، وأشار إلى تنظيم انتخابات في أفريل 2021 لما أخطأ في الأجل. دونك اهتم بمسألة أجل الانتخابات، في حين أنه النص النهائي غابت عنه هذه المسألة، وما يطرح بعدها الملاحق والمراجع القانونية لهالموعد هذا، وكيفاش هل أنه يمكن لهيكل كما هيئة الانتخابات أو لرئيس الجمهورية تحديد موعد، راه لا يمكن، إنما يمكنهم ذلك وحدة نجم تعمل الرزنامة اللي هي هيئة الانتخابات، رئيس الجمهورية يعمل أمر دعوة الناخبين، ولكن كليهما يحتاج إلى الأساس القانوني واللي هو إما دستوري أو تشريعي للأجل. هذه لولا. مسألة ثانية لا تطرحها تتالي الدساتير هي مسألة احتساب المدد الرئاسية، هل أنه في الفصل إذن هل أنه سنحتسب هذه المدد على أساس أنه رئيس جمهورية كتب أنه سيترشح في هذه الانتخابات أو في الانتخابات واللي هي بكل مسائل افتراضية، هل له هل نحتسب المدة هذه العهدة هذه أم نحتسب العهدة السابقة؟ وبالطبع نعرف أنه هذه المسألة ليست بالبساطة، لأنه قراءة نص دستور 2022 توحي بأنه يتحدث على في نفس الوقت بأنه يتحدث على في إطار الدستور الجديد ما غير ما يشير إلى الدستور القديم، وهو ما سيطرح مستقبلا مشكلة المدد الرئاسية وهي مشكلة مؤجلة.